برحب بحضراتكم من جديد، ولسه منورني كابتن اسامه عرابي، وبنتكلم على المنتخب المصري. بتقولي في الفصل ان هو قادر على تحقيق انجازات. طبعا من سنتين ثلاثه المنتخب بقى مختلف اكتر، بقت عنده زي ما قلت لك تشكيله واضحه، بقى عنده خبرات كويسه. الاول زي ما قلنا كنا بنبني في الفريق بقى لنا 3 4 سنين بعد الجيل العظيم بتاع 2010 2012، رغم ان احنا وصلنا كاس عالم وصلنا امم افريقيا، لكن الاداء ما كانش حلو. يعني ما كناش صحيح وصلنا، لكن الاداء ما كانش. دلوقتي الامور بقت افضل وفي خبرات اكتر، فاعتقد ان شاء الله. طب سريعا يا كابتن، مين اكتر اللعيبه اللي شايف ان كان المفروض يكون لها دور مع المنتخب الاول؟ هو بص، يعني انا شايف انه بنسبه مثلا 95% انا متفق مع الكابتن حسام على الاختيارات ديت، لان زي ما قلنا كل مدير فني بيبقى له وجهه نظر في بعض اللاعبين. لكن لما هتقولي مثلا 28 لاعب فيهم 23 24 ناس كتيره جدا مجمع عليهم، كونه بقى يختلف في 3 4 دي وجهات نظر، مش بس لكل مدير فني او كل ناقد او كل ده، حتى هتلاقي الجهاز نفسه المساعد ممكن يكون مختلف في اسم او اسمين، او يعني عقبال ما بيتفقوا على حد. انت في حد بعينه وحضرتك في حد بعينه؟ انا بصراحه انا يعني في اتنين، اكتر اتنين انا كنت شايف انه من وجهه نظري ابو جبل، لانه كان في حاله فورمه هايله جدا مع الشناوي، كانوا افضل اتنين. يعني جنش جون كويس طبعا، ما اقدرش انكر، وبسام وعامر هايلين، انا ما بقولش لا، بس يمكن ابو جبل كان وصل في مرحله الشناوي رقم واحد وهو ماشي جنبه قوي، ومحمد قريب من مستواه او ومحمد ابراهيم برضو بيأدي من السنه اللي فاتت بشكل كويس، سواء كان مع المقاصه السنه اللي فاتت او السنه دي مع سيراميكا، فبرضو كان يبقى في منافسه بينه مع مجدي قفشه طبعا اكتر، لانه لعب مع النادي الاهلي في كاس العالم وافريقيا والدوري وكده. لكن محمد ابراهيم برضو، دول اكتر اتنين انا شايف في لعيبه بقى بتادي بشكل كويس وتستحق الانضمام، ولكن ممكن ما تكونش لسه المرحله بتاعتهم، ممكن مع الوقت هيجوا يعني. فاهم يعني طيب،